الفكرة جت منين؟ الفكرة جت في الأول من إن إحنا محتاجين نعمل حاجة للبنت. بنت بعد الثورة كان في انفلات أمني وانفلات أخلاقي يمكن كلنا لاحظنا إن الأخلاقيات نفسها طفت على السطح، أخلاقيات غير سوية وغير طبيعية يعني. فابتدينا نحس البنت محتاجة حاجة تحفظ لها خصوصيتها أكتر. بما إننا إحنا بنطور في المجال بتاعنا اللي هو مجال النقل ومجال العربيات، فقلنا ليه ما نعملش عربية مخصصة للبنت. ابتدينا نعمل سيرش ونشوف الدول التانية بتعمل ايه وايه المشروعات اللي بالشكل ده بتتنفذ، ولقينا ان في فعلا على مستوى العالم كله مطبق اللي هي البنك تاكسي. البنك تاكسي دي عربيات مخصصة للسيدات فقط. ابتدت اول التطبيقات ان احنا هنجيب العربيات دي ترخيصها، فاحنا بما اننا عندنا شركة سياحة ولوزين فعندنا ان احنا بناخد ترخيص سياحة، ممكن طالما العربيات خلصت الجمارك نقدر نركب فيها مصريين عادي. دي اول حاجه في مساله التراخيص بالنسبه للعربيات. جبنا العربيات ورخصناها ومفيش فيها اي مشكله. ابتدينا بقى نسال على القوانين المروريه، فلقينا ان البنات لازم يكون معاها رخص مهنيه. عشان ناهلها لهذه الوظيفه ولاستخراج الرخصه المهنيه احنا اخذنا فتره، كل بنت بتاخد من شهرين لثلاث اشهر تاهيل. التاهيل ده عباره عن كورسات بنديها لها وتدريبات بنديها لها. البنت بتجي لنا بتعرف السواقه، لكن احنا بنعلمها حاجات ثانيه خالص غير السواقه. بنعلمها اداب التعامل، السلوك، ازاي ان انت تركبي العربيه، البنت تفتح لك العربيه، تبقى فريندلي معاكي، معاكي شنطه تساعدك تشيلها وتحطها في شنطه العربيه، معاكي اطفال تبتدي كيرنج بيهم، الحاجات دي كلها دي سلوك لازم نعمله، بنحط لهم رولز، ممنوع انها تقعد تتكلم مع العميله اللي راكبه العربيه، دي من الحاجات اللي بيشتكوا بيها انها دايما الناس تركب مع سواق تاكسي يقعد يتكلم كتير، لا هي ممنوع انها تفتح مواضيع شخصيه او تتكلم مع العميله، ممنوع انها تفتح الراديو او الكاسيت باي اغاني هي على مزاجها، تاخد راي العميله، العميله فضلت عدم يعني ان الكاسيت ما يتولعش خلاص، وفضلت نوع اغاني معين او محطه اذاعيه معينه ممكن تشغلها لها. برضو يعني ممنوع التدخين، لو في بنات بتدخن او في حاجه ممنوع التدخين جوه العربيه حفاظا على البيئه الصحيه. ففي رولز كتير علمناها قانون المرور، الصح وايه الغلط، تركن فين وما تركنش فين، تكسر يمين ازاي ولا تكسر شمال ازاي، بالتعاون مع خبراء، جبنا لهم خبراء من المرور تعاونوا معانا ودوا محاضرات في الموضوع ده. علمناهم مبادئ الصيانه الاولانيه، جبنا لهم ناس بتاعت مسؤولين صيانه ابتدوا ان هم يعلموهم لو العربيه اتلت منهم يعرفوا ايه العطل اللي موجود، يعرفوا يصلحوه، يعرفوا يتعاملوا ازاي مع العربيه. انا عرفت عن بنك تاكسي عن طريق الفيسبوك، في لينك اختي اللي بعته لي، اختي كبيره، عشان هي عارفه ان انا بحب السواقه جدا، فبعتت لي اللينك، كلمتهم هنا في الشركه وجيت عملت الانترفيو واتقبلت. اي نعم ممكن تكون فكره غريبه بس انا شايفه ان هي خطوه ايجابيه جدا في مصر، بلس كمان ان انا شايفه ان هي ما فيهاش حاجه غلط ان الناس تنتقدها. اي نعم احنا مجتمع شرقي بس ما فكرش ان المجتمع الشرقي بيرفض ان هي حاجه تخليه يطلع لقدام، ودي خطوه ايجابيه في البلد. ممكن يبقى ليها مخاطر بس زيها زي اي شغل، وممكن اتعاكس في الشارع بس ده بيحصل حتى لو انا راكبه عربيه ملاكي او ماشيه على رجلي. الفكره في المرتب، احنا بنقبض مرتب معقول زيه زي اي شركه على قد مجهودنا، في حوافز، في عمولات، بناخد دورات تدريبيه في الصيانه، في الامان، ازاي نتعامل مع العميل، ازاي نتحمل العميل حتى لو هو ما كانش معانا ذوق. هو في عقبات كتير من ضمنها عقبات اجتماعيه، مثلا ان احنا في الاول كنا بنبتدي ما كناش انتشرنا في الاعلام، في كل يعني بنت تيجي اهلها يقولوا لها لا طب انت هتشتغلي سواق ازاي، طب ما فيش غيرك في الشارع اللي هيبقى سواق، كانت قصص زي كده. او مثلا بنت نيجي بعد ما خلصها فتره الاعداد تتجوز وتقول لك انا هتجوز وجوزي عايزني اقعد في البيت مثلا، يعني دي من الحاجات الاجتماعيه. برضه بنواجه زي ما الاستاذه لسه قايله جامعات حقوقيه بتقول لك انتوا عاملين عزله، مش عارفه مين يقول لك ده انتوا بتتهموا سواقين التاكسي بالتحرش، في حين ان كل حاجه موجوده على النت. يعني حضرتك افتحي النت واكتبي سائق تاكسي، اكتبي بنك تاكسي، اكتبي اللي انت عايزاه، هيجي لك كل ما انت كل اللي انت عايزاه. يعني بقت المعلومه بقت متاحه دلوقتي، ما بقاش في حاجه صعبه ان انت تجيبيها، المعلومه بقت متاحه للجميع. احنا في المرحله الاولى احنا هنشغل البنات اقصى حاجه الساعه 10، يعني يوم ما تكون واحده متاخره بره 10 10 10 ونص، لكن انا ما زال متاح عندي خدمه 24 ساعه. يعني انا عندي سائقين من الذكور، ممكن لو حضرتك رايحه فرح هيودي حضرتك،
هتودي حضرتك البنت وفي الرجوع هجيب لك راجل يرجعك. ليه؟ للحفاظ على الامان التام للبنت. انا ما ينفعش ان انا في المرحله الاولى اعرض البنت لاي مخاطر. اللي هتجيب حضرتك من فرح الساعه 12 واحده هتروح بيتها الساعه كام؟ الساعه 3 الساعه 4 الصبح. يبقى انا بقى بعد ما اتحمل مخاطره حضرتك هتحمل مخاطره على البنت السواء. فطبعا اكيد ده مش بشر. المرحله الاولى احنا البنات بتاعتنا اقصى حاجه 10 الساعه 10 هيكونوا خلاص. اسمي مي سوي. الاعلان جالي على واتساب عن البيت تاكسي. فالحقيقه انا ما فكرتش على طول، يعني قررت ان انا اقدم فيها. هي اولا بالنسبه لي انا كفكره هي فكره جديده وفيها اثبات للبنت المصريه في المجتمع، ودي حاجه انا حباها جدا، لان في يعني المجتمع بتاعنا فيه كتير قوي وظائف يعني مقتصره على الرجاله بس، وممنوع خالص البنت تدخلها. فانا حابه جدا ان تبقى فكره جديده وان البنت تدخل المجالات كلها تبقى زي الراجل في البلد. يعني بصي حضرتك، انا زي ما بحافظ على امان الراكبه لازم احافظ على امان السائق قبل الراكبه كمان، لان البنات دي امانه في عمر. فانا ما اقدرش ان انا اخالف اي تعليمات للامان بالنسبه لي. احنا البروجكت بتاعنا عباره عن ان هي بتركب، هي بنت بتسوق من عربيه وبتركب معاها لا اما بنت زيها لا اما فاميليز لا اما عائله راجل ومراته واولاده، ماشي مفيش مشكله. بس لكن راجل لوحده عشان ما اعرضهاش لاي نوع من جرح الكرامه حتى. بس مهما بصي احنا مهما رحنا مهما جينا لن نتحرر من اننا مجتمع شرقي. مجتمع شرقي لازم يحافظ على تقاليده وعاداته. مش معنى ان احنا نخلي البنت تسوق معنى كده ان احنا هنتحرر من هذه التقاليد والعادات. والله قصه المشروع مربح او غير مربح، احنا يعني اكيد مش هنعمل مشروع واحنا متوقعين انه فشل او متوقعين ان مش هيجي منه عائد اقتصادي، لان في الاول وفي الاخر احنا منشاه طبقا لقانون الاستثمار، فاحنا بنستثمر علشان خاطر يجي لنا عائد اقتصادي وعشان خاطر البنات دي كمان يجي لها عائد اقتصادي. ما احنا المشروع مش مربح بالنسبه للشركه بس، لا والبنات كمان، البنات هتاخد مرتب يعني مميز، هتاخد عمولات مميزه، هتاخد الكلام ده كله، هيتعمل لها تامين صحي، هيتعمل لها تامين على الحياه. فلازم عشان نعمل الكلام ده احنا محتاجين ان هو يكون مش مربح بس على الاقل ذو عائد اقتصادي. ف يعني عندنا امل ان شاء الله ربنا يوفقنا ويبقى كويس. انا اسمي مرام حيني، خريجه خدمه اجتماعيه. والله انا اهلي بالنسبه للتجربه دي، انا مامتي معترضه طبعا ان انا ابقى سواق تاكسي ومش مقتنعه بالفكره، بس بابايا مشجعني جدا ان انا يعني اخوض التجربه. وعرفت عن طريق الفيسبوك، يعني صاحبتي انتمتي سام قالت لي في مشروع، انت بتحبي الحاجات الغريبه، بتحبي الحاجات الجديده، خدي التجربه دي وشوفي واكيد هتنجحي فيها. علشان انا يعني بكافح من زمان وبحب اخد اي تجربه بس تكون ناجحه، وانا شايفه ان المشروع ده ناجح قوي. هيقابلنا عقبات كتير وهيقابلنا كلام كتير من ناس كتير جدا، بس احنا قد التحدي ده ان شاء الله ربنا هيوفقنا فيه. احنا مقدمين لك بيها سيرفس، مقدمين لك بيها بنات مدربه، مقدمين لك بيها عربيه حديثه مكيفه موديل السنه دي، مقدمين لك خدمه ان احنا عندنا كول سنتر بيرد عليكي في اي وقت وياخد الاوردر ويوجه لك العربيه، مقدمين ان احنا بنعمل تكنولوجي، بنعمل تطوير كامل، ان احنا عندنا على السمارت فون في ابلكيشن هيحدد لك مكان العربيه بالجي بي اس بحيث ان انت تطلبيها وتجي لك ولاد عندك. الواحد زعلان ان الافكار ما بتبتديش دلوقتي بالمصر، في حين ان احنا كنا بلد الرياده. احنا اللي كنا بنبتدي تطبيق اي فكره في العالم. احنا اول دوله عربيه علمنا بناتنا، اول دوله عربيه شغلنا البنات بتاعتنا، ده من ايام اجدادنا واجداد اجدادنا. فاحنا نزعل قوي لو احنا دلوقتي نوصف ان احنا غير متحضرين. الدول العربيه اللي الفكره نجحت فيها بنسبه 100%، طبعا بالنسبه لدوله زي الامارات هي ما بتعتمدش على الصداقات الوطنيات اللي هم بنات الامارات، بس فيها بنات بتيجي من اندونيسيا ومن لبنان ومن مصر، في ستات كتير جدا بتشتغل في المشاريع دي وكلهم جنسيات غير اماراتيه.
قطر برضو نفس القصة، بيجيبوا من بنجلاديش، من باكستان، من افغانستان، من دول كتير اسيوية. لبنان ساقط لبنانيات بس اثبتوا جدارة كبيرة. طيب انا دلوقتي بنت عايزه اقدم ان انا اسوق، ايه الادوار اللي انا اعمل، ايه الورق اللي انا اجهزه وانا جايه عشان اتقدم ان انا اكون سواقه في الشركه دي؟ اول حاجه لازم تكوني بتعرفي تسوقي، ده مبدئيا، لان احنا ما بنعلمش السواقه. تاني حاجه مؤهل عالي. تالت حاجه تكوني بتعرفي تجيدي اللغه الانجليزيه. رابع حاجه احنا ما بنقبلش غير سن من 25 ل 45، اللي بيجي لنا سن اصغر وبيجي لنا سن اكبر. السن الاصغر ما بيبقاش فيه يعني العقل اللازم او الادراك الكامل او الخبره الكافيه للتعامل مع المجتمع، بالذات في المرحله الاولى اللي هي انا بعتبرها اصعب مرحله. ليه بقى اصعب مرحله؟ لاني انت بتشوفي رد فعل الناس، فانت اللي هتتحملي المخاطره الاولى اللي هي تتقبلي رد فعل الشارع بتاعك. فانا عشان كده بختاره من 25 ل 35.